بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. نطل اليوم وإياكم مع المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ظاهر للحديث عن المياه والتحديات والمخاطر التي تترتب عليها في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والأزمات التي عصفت بلدنا منذ العام 2019 حتى تاريخ اليوم. مساء الخير أستاذ وسيم، بالنسبة للتعديات على الشبكة وحرمان المواطن من المياه، ما هي اقتراحاتكم لحل هذه المشكلة؟ هي مش اقتراحات، هي شغلنا نحن نشيل التعديات. يعني عم نرجع هلأ نعطي إذا بدك أهمية كبيرة وتركيز كبير على موضوع التعديات، لأنه المصاري اللي كانت تجي من جهة المنحة عم تصير محدودة أكتر، وهي مصاري لبناء بنى تحتية ومشاريع. بنينا عملنا مشاريع عدة محلات، وهلا لنقطف النتيجة مثل ما لازم نشيل تعديات، وهلا هذا عم نشتغل عليه، يعني عم نشيلها بعدة محلات والناس حتبلش تشوفه. فموضوع التعديات له حل واحد، انه نروح نشيل تعديات مع ضغوطة مع اللي لازم ينعمل لحتى الناس كلها يوصل حقها من المي. بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، تتوقف محطاتكم عن الضخ إلى المدن والقرى، فما هي خطتكم في هذا السياق؟ لكن نحن مؤسسة مياه، ما مؤسسة طاقة، فنحن لازم تجينا الطاقة على باب المحطة نقدر نعطي مي. مشاكل بالكهرباء حطت عبء كبير على المؤسسة، عبء كبير زيادة. يعني في عنا تقريبا ما يتعدى 350-360 متر بدون مزود، بدون صيانة، مزود كتير غالي. في جهات اللي عم تقدم منح مزود ما بنعرف امتى بتوقف. الحل الكهرباء هلا اذا اجت وبدها تيجي على اساس عم نحكي بتعرفي 27 سنت للكيلو وات او عم نحكي بتعرفي كتير عالي، داخل شيء هذا كله حينعكس على الناس. الحل اذا بدك الاسلم والاوفر هلا هو مصادر الطاقه البديله، منها الطاقه الشمسيه، ومنها مشاريعنا اللي عم نعملها بالاعتماد على المياه السطحية والجاذبية اللي فيها. نسمع على مواقع التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة عن سد بسري وسد القرعون وغيرهما من السدود، هل ممكن هذه السدود تخفف من حدة المشكلة؟ حتما السدود بتخفف. السد في عنده، مش الناس اللي بتحكي عن الأثار البيئية، ما في شيء من دون ثمن. السد له تأثيرات سلبية، ولكن تأثيرات إيجابية طبعه أكبر بكتير، خصوصا بمنطقة فيها شح مائي وفيها كلفة عالية لتأمين الطاقة. فطبعا السدود بتحل مشكل كبير طالما أنها اندرست مثل ما لازم، ونعرف وين لازم تنعمل. ولا في عدة سدود بجنوب مفروض تنعمل، ولكن لنشوف كيف بدي يتأمن لها مصاري. استهلاك وترشيد المياه في الاستعمالات المنزلية وري المزروعات، كيف يمكنكم وضع حل لهذه المشكلة؟ شوفي يعني التجربة وللأسف كمان اثنين سوا، انه الترشيد ما بيجي هيك بقناعة الناس، بيجي بانه توجعون جيبتهم بس بهالطريقة. الدليل الكهرباء، كيف العالم صارت عم تتعامل مع الكهرباء، كيف صارت عم تطفي الأضوية الزايدة، كيف صارت عم تعرف امتى بدها تدور الأجهزة اللي بتسحب كهرباء كتير، كيف يعني هذا موضوع الكهرباء كان مؤشر انه الناس تقدر ترشد مني وجر، يعني مش انه احنا قادرين نرشد الاستعمال بالكهرباء، لانه صار في شح بالكهرباء والبديل كان كتير غالي اللي هي الاشتراكات او المولدات. بالمي بدها تصير نفس الشيء، يعني ما قادرين يعني الحل الوحيد لندفع الناس انها تتفاعل بموضوع ترشيد المياه واللي هو لصالحها، يعني اخر شيء مش لصالحي لي، مش لصالح المؤسسه، لصالح الناس، هي انه يعني نعلي التعرفه على اللي بيستعمل مي زياده. بالنسبه لمشروع البراك في منطقه العقبيه، فيك تحدثنا شوي عن هذا المشروع وشو اهميته؟ مشروع البراك هدفه تامين المياه لساحل الزهراني، ونحن مقسمين الزهراني لدرجات الارتفاع. البراك رح يعطي من 250 متر والنازل، 250 ل 300 متر والنازل هو ساحل الزهراني كله. تفاحته بتعطي الفرق من 450 ل 300 ولا 250. في عنا مي عم تطلع بمنطقه العقبيه عم تروح على البحر الى فتره طويله.
بخطتنا بالاستراتيجية اللي حطيناها 2020-2025 واللي عم قلك إنه الهدف تخفيف سعر الطاقة وتأمين المياه بطريقة أفضل وروح لمركزية الإنتاج بالمياه. هذا المشروع كان أساس عنا. بلشنا فيه صرنا قاطعين تقريبا نص المرحلة الأولى. عم نحكي هو مقسوم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى بدها تعطي مي على الناريت، من الناريت بدها تعطي كل الغازية، منطقة الناريت والغازية، وهي منطقة فيها ضغط سكاني كبير. خزان الناريت عمل، البير انحفر، وهلا بدنا نمد البايبلاين من العقبية للناريت كمان تقريبا تلزم خلص تلزيمه. نحن منتظرين وزارة البيئة لأنه تقدم دراسة بيئية، دراسة التأثير اللي عم تطلبها الوزارة، ناطرين الرد تبعهم. متى ما يجي الرد ببلش الشغل. طبعا البير انحفر لنقدر نقدر وكيف بدنا نروح بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي اللي بدها تروح على الغسانية. الغسانية كمان خزان العمل، وبده هلا نأمن له المصاري للبايبلاين من البراك للغسانية لنقدر نعرف قديش بدنا مصاري. حفرنا البير، هيدا البير حتى نعرف قدرته، نعرف قدرته، نعرف كيف نعمل سايزنج، قياس القصات اللي بدها تطلع على الغسانية. زائد طبعا نوعية المياه اللي بدها تطلع بالعقبية، لأن احنا ما كان عندنا معطيات دقيقة عن نوعية المياه اللي بدها تطلع، يعني الهاردنس، يعني قديش فيها كالسيوم كربونات وقديش فيها ملوحة وما إلى هنالك. فهذا الموضوع كله هلا عملنا الفحوصات، عرفنا قديش مي بدها تطلع. التلزيم للناريت صار يعني مأمن. بعد فيها هلا مثل ما قلت صار فينا نأمن مصاري تبع الغسانية لأنه نعرف كمية المياه الموجودة قديه. المرحلة الثالثة اللي هي بفوق من 2040 لل 2050، لأن احنا وقت نعمل ديزاينات نعمل تصاميم للمحطات تبعنا بنعملها لل 2050، اوكي 25 سنة. من 2040 وطلوع كمان بدنا اللي هو المرحلة الثالثة تبعه من ينابيع عبد الله، ينابيع أبو عبد الله برزاي تقريبا، منطقة رزاي، بدها تتوصل كمان على الغسانية لتكمل تعطي ساحل الزهراني. فإذا هذا المشروع صرنا تقريبا بنصه، المرحلة الأولى صرنا إن شاء الله من هلا لمفروض إذا إجا رد وزارة البيئة يعني قبل آخر السنة بيكون عم تشتغل. المرحلة الثانية بتقديري أنا بين إذا ما السنة أمنا للمصاري تعمل غسانية، السنة الجاي من أمنا للمصاري. ولكن العمل اللي صار بالبراك يعني منيح الناس تعرف أنه نحن منتبع الأساليب العلمية والهندسية بشغلنا، يعني ما منشتغل اعتباطيا، ما منشتغل شعبويا. يعني مش كافي أنه حدا يطلع براسه والله فكرة هيك عبقرية انه مدري شو بيصير، مش هيك بتنعمل الاشياء. الاشياء بتنعمل بدراسات، بتنعمل بقياسات للمياه، بتنعمل بقياسات لنوعية المياه حتى نعرف كيف بدنا نشتغل. مياه الشفا في طريقها الدائم الى البحر، واهالي الجنوب يعانون من عدم وصولها الى منازلهم. لعل المشروع الذي تحدث عنه المدير العام هو الحل. من جنوب لبنان، بتول جمال، موقع هوانا لبنان.